اكتب 18% أو بالنسبة المئوية على صورة عدد عشري وعلى صورة كسر في أبسط صورة. لذلك دعونا نقوم بالتحويل إلى عدد عشري في البداية. إذا 18% أو النسبة المئوية هو نفسه 18%. وما قمت به هنا هو أنني استبدلت علامة النسبة المئوية واستخدمت الكتابة، حيث سأكتبها بالمئة هكذا حرفيا. كلمة مئة هي نفسها مئة، وهذا يعني حرفيا 18% أو بالعدد مئة. في الواقع قلت أنني سأقوم بالتحويل إلى عدد عشري، لكن نستطيع البدء بالتحويل إلى كسر. فثمانية عشر بالمئة تكتب ككسر على النحو التالي: 18/100. إذن هكذا قمنا بالتحويل إلى كسر، وما يعنيه بالضبط هو 18%. والآن لنفكر في أنه يمكن أن نقوم بالتحويل إلى عدد عشري أو نقوم بتبسيط الكسر ليصبح في أبسط صورة، لكن دعونا نبدأ بالتحويل إلى العدد العشري. لنفعل هذا أولا هو النفس 18 جزء من المئة. إذن لدينا الكسر 18/100، يمكن أن نكتبه على صورة عدد عشري، إنه فاصلة 18%، واحد في منزلة العشرات بعد الفاصلة، وثمانية في منزلة المئات، أو نقول 10 أجزاء من المئة وثمانية أجزاء من المئة، وهو يساوي 18 جزءا من المئة. إذن هنا حولناه إلى العدد العشري. الآن بالنسبة للكسر 18/100، هل يمكن إخراج عامل مشترك بين 18 و100؟ كلاهما عددان زوجيان، إذن يقبلان القسمة على 2. إذن نقوم بقسمة البسط، تقسيم 2 و100، المقام تقسيم 2، إذن نحصل على 18 × 2 = 9، و100 تقسيم 2 = 50. لا أعتقد أن هذان العددان بينهما عوامل مشتركة، ف50 لا تقبل القسمة على 3 أو 9، و9 لا تقبل إلا على 9 و3 و1، إذن الكسر الناتج هو في أبسط صورة. إذن لدينا 18% تعادل بأن العدد العشري فاصلة 18%، ونفسها 9/50، وهو الكسر في أبسط صورة. يبدو أنني بذلت مجهودا لأوضح لكم هذا كله من كلمة 18 بالنسبة المئوية أو بالمئة، لكن إذا أردت توضيح ذلك من خلال مسألة، فإن أسرع طريقة لفعل هذا أننا نفترض أن لدي حسنا 18%، أو أي عدد آخر غير 18 إلى جانب علامة النسبة المئوية، فبطبيعة الحال سيكون مساويا إلى هذا العدد على 100، وهنا 18/100. وهناك طريقة أخرى للتفكير في ذلك، نستطيع كتابته على النحو 18.0%. هنا لقد وضعت مجرد صفر إضافي لا قيمة له، وتستطيع رؤية الفاصلة العشرية، لكن إذا كنت تريد توضيح العدد على هيئة عدد عشري دون استخدام علامة النسبة المئوية، فتستطيع إزاحة الفاصلة العشرية هنا منزلتين إلى اليسار. إذا قمنا بذلك حسنا نقول هنا منزلتان، سيصبح 18% أو 18/ العشرية. بهذا يمكن القول أن 18 بالنسبة المئوية هو نفسه 18/100، ويبسط إلى 9/50، وأيضا هو عبارة عن فاصلة 18% أو 18 أجزاء من المئة. أتمنى أن هذا الشرح كان منطقيا ولم يسبب الإرباك لكم، وأراكم قريباً.